معنا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم، نتوقف فيها عندما نقلته أذرع إعلامية عن تبون وقوله خلال لقائه بالولات إن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء. إذن نقلت أذرع إعلامية عن تبون قوله خلال لقائه مع الولات اليوم إن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء، فيما اعتبر ردا ضمنيا على سفير فرنسا السابق كزافيي دريانكور الذي حذر في مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية من أن الجزائر الجديدة لتبون في طريقها للانهيار وإسقاط فرنسا، مع على حد قوله في المقابل يأتي هذا الكلام مع إعلان زيارة لرئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة لفرنسا نهاية هذا الشهر لترتيب زيارة تبون المقررة إلى فرنسا في مايو المقبل كما تنقل وكالة الصحافة الفرنسية. تبون تحدث اليوم في لقائه مع الولات عن إنجازات كبيرة تحققت خلال 3 سنوات الماضية، وأكد أن الوضع الاجتماعي للجزائريين سيتحسن هذا العام بفضل الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات. في المقابل أقرت تبون بأن الأجور تبقى غير كافية، مؤكدا أنه سيتم رفع نسبة زيادتها ب 47% مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. وتحدث تبون عن ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية كما قال بالجزائر، منها تقليص فاتورة الاستيراد بما يصل إلى 38 مليار دولار بعد أن بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام حسب تبون. لعله متأخر الرد الرسمي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تصريحات سفير فرنسا الأسبق منذ أيام، وهو يؤكد انهيار الجزائر بمنظومة حكمها الحالية من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية. في لقاء الحكومة مع الولات يؤكد تبون إن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء، ما المقصود وفق مراقبين إلا فرنسا، وقد جاءت التصريحات المتهجمة على النظام منها. في الكلام القديم الجديد للرئيس عاد الحديث عن الزيادة في الأجور، يظهر التناقض الدبلوماسي، فهذا العدو سيزوره رئيس أركان الجيش للقاء نظيره الفرنسي نهاية الشهر الجاري في زيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين على هذا المستوى منذ 17 عاما. سبق لقاء الأركان الفرنسي والجزائري أن التقيا على هامش زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد الصيف الماضي، وناقشا حينها الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي، وذاك ما سيناقش أيضا في لقائهما وفق وكالة الأنباء الفرنسية. لكن ليس مسبوقا زيارة قائد أركان الجيش منفردا باريس منذ زيارة الراحل أحمد كايد صالح فرنسا عام 2006. أدعو مرة أخرى إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة. لن يتوقف التعامل مع العدو الذي يصفه النظام عند هذا الحد، بل ستزور أيضا الأمينة العامة لوزارة الخارجية إماري ديسكوت الجزائر في 25 من جونفي بدعوة من نظيرها الجزائري عمار بلاني، وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن وزارة الخارجية الفرنسية. كما لا يغيب عن الأذهان المكالمة الأخيرة بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عقب مقال إكزافيي الذي أغضب النظام أيما غضب، لكن لم تنقل أي جهة أنه جرى التطرق إليه أو أن الجزائر أبلغت غضبها باريس، عدا أن ماكرون أبلغ المسؤولين أمله في مواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين قبل أن يتحدث لصحيفة لوبوان أنه لن يعتذر للجزائر. باسم بلادهم هنا في الجزائر وكانت عندهم علاقات. ليبقى وفق مقدرين توصيف العدو مصطلح يوظف داخليا للعزف على الشعور الجمعي واستجداء الوطنية، فيما التعامل مع فرنسا لا غبار عليه والزيارة مستمرة في الاتجاهين.
معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر دكتور حميد علوان المحلل الاقتصادي، من تيارة عبر الهاتف محمد قندوز القيادي بحزب الكرامة، وعبر خدمة سكايب من جنيف مراد شيكو الناشط النقابي والسياسي. نبدأ من الجزائر. محمد قندوز، سيد محمد قندوز، ما رأيك تبون فيما اعتبر ردا على سفير فرنسا السابق تنقل عنه الشروق وأذرع إعلامية أخرى جزائرية أن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء؟ السلام عليكم. بداية أهنئ الجماعات المحلية بمناسبة يومها الوطني المصادف ل 18 جانفي. أكيد أن هناك يعني باش دوائر فرنسية تسعى إلى تشويش بين العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا. والأكيد أيضا أن هذه الدوائر، ونحن نعلم جيدا أن في فرنسا بعد لقاء السيد ماكرون بالسيد عبد المجيد تبون، هدفها الوحيد هو التشويش على التقارب بين الجزائر وفرنسا في علاقتها الدبلوماسية الحديثة، خاصة بعد الحوار الذي يعني جرى بين الرئيس تبون وسيد الرئيس ماكرون حاليا سابقا في القمة التي انعقدت في الجزائر. والأكيد يعني كما يعني شهدنا جميعا أن هذه الدوائر تسعى إلى التشويش في العلاقات الجزائرية الفرنسية الدبلوماسية يعني الموجودة يعني بالتقارب بالسيادة المشتركة بين الجزائر وفرنسا بعلاقات يعني دبلوماسية جد خاصة. هذا ما شاهدناه في تصريح السيد الرئيس تبون حول أن هناك يعني خاصة عندما يعني صرح السفير الفرنسي السابق في الجزائر بأن هناك يعني تقريبا إجراءات لم تكن واضحة في تصريحه حول هذه العلاقات الحديثة بعد خاصة بعد الجزائر الجديدة. طب هو قال الجزائر الجديدة تواجه الانهيار، تنهار أمامنا، ذهب القول وحذر كزافي دغيونكور من أنه تجر معها فرنسا. أكيد هو يعني في التصريح نتاعه اللي راه يقول فيه هو داخل في هذا السياق، يعني هو تشويش فقط يعني لا أكثر ولا أقل. يعني حتى في فرنسا يعني بعد اللقاء القمة يعني المنعقدة في الجزائر بين الرئيس ماكرون والرئيس تبون، بعد هذا اللقاء يعني ظهر حديث التشويش عن العلاقات، لأنه حتى في فرنسا هناك يعني دوائر وهناك لوبيات من تسعى إلى هذا التشويش، والكلام نتاعو تاع السفير الفرنسي السابق دخل في هذا السياق لا أكثر ولا أقل. طبعا السفير الفرنسي خاطب ماكرون وانتقد ماكرون. أكيد طبعا أكيد يعني في فرنسا رانا نشوفوا يعني الاحداث في فرنسا يعني عندهم دوائر وعندهم لوبيات وعندهم افكار وعندهم يعني تؤثر حتى على سياسه الرئيس ماكرون تجاه الجزائر الجديده، وهذا معروف يعني معروف منذ قدم. طبعا بعد تصريح لافت انه بعد تصريح هذا السفير الفرنسي ماكرون في تصريح حوار مع مجله لو بوان الفرنسيه يقول لن اعتذر للجزائر عن جرائم الاستعمار الفرنسي ولا نطلب الصفح. في المقابل الآن رغم كل شيء بعدها كان هناك مكالمة مع تبون، والآن إعلان عن زيارة لرئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة بنهاية هذا الشهر إلى فرنسا. طبعا يعني قضية الاعتذار الفرنسي عن جرائمها في الجزائر هي قضية دبلوماسية حاليا بين النظام الجزائري والنظام الفرنسي. ربما هي هناك محادثات يعني متطورة، هناك إجراءات قد اتخذت نحن لا نعلمها. فيما يخص قضية زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري إلى فرنسا، ربما تدخل في إطار المفاهمات السابقة التي حدثت بين يعني زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، وهي يعني إجراءات يعني عادية يعني بين
بين يعني التفاهمات العسكريه ولا الاتفاقيات الامنيه كبقيه الدول، ما هناك ما كان حتى مشكل. طيب يبقى معنا سيد محمد قندوز. دكتور حميد علوان، انت الخبير الاقتصادي ولكنك تهتم بالشان السياسي ومتورط بشكل كبير حتى في الشان السياسي ومتابعته، نورطك معنا في هذا النقاش، ما رايك؟ طبعا السياسه يقول ماركس اقتصاد مكثف، ما رايك تبون وفي حواري او في لقائه مع الولايات، وكان الحديث طبعا على الاقتصاد والانجازات الاقتصاديه، يقول الجزائر لن تنهار، بالعكس هناك تحسين للقدره الشرائيه او لمعيشه الجزائريين، لن تنهار رغم كيد الاعداء. سي جمال، تحيه سلام لك وللمشاهدين وللضيوف خاصه. أقول لك وبكل صراحة، أنا لما أتكلم عن السياسة أتأسف، لأن أنا أؤمن بأن فن السياسة هو فن المراوغة، فن الكذب على الشعوب، وهذا ما يحدث في عالم السياسة. لأن بطبيعة الحال لما نتكلم عن الجزائر، لما نتكلم عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأنا نسمع في السياسي في حزب الكرامة اللي يتكلم ضيفك من الجزائر، يتكلم بأن هناك تشويش في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، أظن بأن لا يرقى مستوى الخطاب إلى مثل هكذا خطابات. لأن لما نتكلم على فرنسا رانا نتكلم على دولة صناعية، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة اجتماعية في الاتحاد الأوروبي، ربما ثاني دولة قوة اقتصادية بعد ألمانيا. لما نتكلم عن الجزائر بالخطابات أو على السياسيين في الجزائر أنها دولة إقليمية وعندها مؤسسات، وهي جزائر جديدة حديثة بدستور حديث، ببرلمان حلال، برئاسيات شفافة، بانتخاب ديمقراطي. أنا رانا نتكلموا معناتها على قوتين، على مؤسستين، على دولتين كبيرة. ما نظنش بأن يجي سفير ربما هو على التقاعد بما قال يشوش على علاقات بين فرنسا والجزائر. لهذا يجب أن نقرأ قراءة صحيحة، إذا كنا صح سياسيين نقرأ قراءة سياسية صحيحة، ماذا جاء به هذا السفير؟ وهذا السفير ما يخفاش على المشاهد الكريم وعلى ضيفك كذلك بأنه كان سفير في الجزائر، وكان موظف من الإطارات الكبيرة في القصر الإليزي، وعنصر أو إطار سامي في الأمن الفرنسي. إذن الكلام لما يتكلموا بهذه الطريقة ونجي وحنا ونقولوا يشوش على العلاقات، معناتها وكأننا قزمنا هذه الدولتين. لذلك أظن التشويش لا يكون بمثل هكذا مقالات. وإذا كان المقال هذا يأثر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، احنا لازم نرجع نعود حساباتنا كجزائريين، لأن في نهاية المطاف احنا نريد علاقات كما سماها سي تبون رابح رابح، علاقات ندية، الند بالند. ولذلك أظن مقال مثل هكذا حتى لما يوصل إلى رئيس الجمهورية اليوم مثلا يقول أن الجزائر لا تنهار، وأنا أتفق معه، ربما أصحح للسي تبون ونقول له مدام مؤسسة سوناطراك في الجزائر، الجزائر لا تنهار. أقول لهذا السفير، فليعلم هذا السفير بأن الدولة الجزائرية مبنية على مؤسسة سوناطراك، الضخ من الغاز حوالي 136 مليار متر مكعب، مليون وشي برميل يوميا من النفط. إذا الجزائر لا يمكن أن تنهار، لأن تنهار اقتصاد ماليا. وأنا أظن ما دام هناك الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية الصعبة ومعدلات التضخم المرتفعة على مستوى العالم، أظن بأن الجزائر مستفيدة كباقي الدول الريعية. ولذلك أطمئن هذا السفير أن الجزائر لا تنهار لا هذه السنة ولا السنة الماجية ولا بعد السنوات، ما دام موجودة هناك مؤسسة سوناطراك. خارج مؤسسة سوناطراك ممكن نناقش ما جاء فيما في كلام السفير هذا الفرنسي. ربما أعطي حق الرد للسيد محمد قندوز، تفضل سي محمد. أكيد احنا نتكلموا على يعني عندما نقول أن هناك مقال، فهذا يعني أن هذا موقف، ومن خلاله يعبر هذا السفير الفرنسي السابق على أفكاره وعلى واش عاش كما قال الضيف الكريم في الجزائر. ولكن احنا عندما نتكلم على سياسة الرئيس تبون حيال السياسة الخارجية أو علاقاته بالدول المجاورة أو علاقاته بالدول التي يسعى من خلالها من أجل مد جسور التعاون المشترك، سواء التعاون الأمني أو التعاون الاقتصادي أو التعاون السياسي. ولهذا فالسفير السابق إن صح التعبير أعطى اتهامات مبطنة أو أعطى توقعات
غير صحيحة. هذا الخطاب ليس خطابا يعني عاما أو خطابا من أجل الاستهلاك الإعلامي، وإنما ما قاله في مقاله هو أنه يقصد أفكار معينة، ويقصد تقريبا نقول أهداف معينة يسعى من خلال هذا المقال إلى إصابتها. ولهذا نحن وخاصة قناعاتنا في حزب الكرامة أن الجزائر الجديدة تسعى حاليا إلى فرض هيبتها سواء الخارجية أو الداخلية بكل الإجراءات المتخذة حاليا من طرف السيد الرئيس تبون، سواء في الشأن الداخلي أو الشأن الخارجي. وهناك يعني ليس فقط كلام إعلام أو استهلاكي أو كذا، وإنما هناك نتائج على أرض الواقع التي يشاهدها المواطن الجزائري من خلال محاولة استعادة الثقة للشعب الجزائري في القيادة الحالية. ورانا نشوف فيها هناك ثقة حاليا في القيادة الجزائرية الحالية بكل الإجراءات المتخذة حاليا من طرف القيادة الجزائرية. وهذه رانا نشوف فيها، نحن رانا عايشين خارجين من الجزائر العميقة، ونحن نحتك بالمواطنين، ونحتك بالشارع الجزائري، ونحتك بفعاليات المجتمع الموجودة حاليا كلها، يعني تبث يعني في 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 سياق واحد وموحد ان هناك تغييرات يعني نشاهدها على ارض الواقع. هذا كل ما في الامر. اما عن ما قال سفير سابق وعمل في الجزائر وكان يعني في العقود السابقه وكان في النظام السابق وكان كذا، فالمقال تاعو ليس معيار وليس يعني يعني هو المعيار الوحيد اللي خلوا أنه نديروا منه استنتاجات معينة أن الجزائر كذا وأن الجزائر كذا. هو معروف، ومعروف هذا السفير السابق خدم يعني في العقود السابقة في الجزائر. ولهذا كل كما قال ضيفي الكريم هو إطار متقاعد وله كذا وله يعني خبرة وله تجربة معينة، ولكن في أرض الواقع حاليا في الجزائر شيء آخر. طيب ما رأيك في المقابل مراد تشيكو في جنيف؟ أولا السلام عليكم وعلى كل ضيوف الكرام والمشاهدين مشاهدي قناة المغاربية. في حقيقة الأمر أنا أدعم كلام الدكتور حميد علواش. علوان. ماذا؟ الدكتور حميد علوان. نعم حميد علوان، أدعم يعني كلامه 100%، وأضيف عليه أنه حقيقة هذا التهجم أو ما يسمى بالتهجم هو عبارة عن تحليل من طرف إطار يعرف جيدا طبيعة السلطة الجزائرية، ويعرف جيدا أنها سلطة ضعيفة جدا وأنها غير شرعية، ولهذا هو انطلق من هذا التحليل. ولكن هذا قد يستوقفك من يتابع. هذا السفير كتب كتابا اسمه لينيغم الجزائري، يعني اللغز الجزائري، واعترف بأنه الوضع كان مازال بالنسبة له كان رغم أنه خدم لمرتين كسفير لفرنسا في الجزائر أنه الوضع غامض بالنسبة له في الجزائر. هو الوضع ليس غامض بالنسبة له، ربما هو أراد أن يهاجم ماكرون قبل أن يهاجم الجزائر، يعني هي في حقيقة الأمر هذا أراد أن يضعف ماكرون، هو معارض سياسي في بلده، لكن يعني أقحم الجزائر بما أنه هناك العلاقات متوترة وهي عينة يعني الآن على علاقة الجزائر بفرنسا وربطها وما يجري وما يدور حولها، لأنه كل السياسة التبونية وما يدور حولها كانت مبنية على أساس أنه هذه السلطة راح تحارب فرنسا وراح تضغط على فرنسا من أجل الاعتراف، واتهمت كل المعارضة أنها تدعمها فرنسا وأيادي خارجية وأجندة خارجية إلى غير ذلك. يعني كان هو منطلق من هذا لإرضاء بعض أو طبقة معينة في المجتمع، لكن انقلب السحر عن الساحر فأصبح يهلل وأصبح يهتم بالعلاقات الفرنسية والجزائرية والذهاب والإياب وإلى غير ذلك. فأنا أعتبر هذا المحلل
أعتبره هو معارض فرنسي الآن، وأعطى عينة أو صورة حسب تحليله، حسب رؤيته، حسب المعلومات التي يتوفر عليها. ونحن نعرف جيدا أن ممثلين السلطة في الجزائر لا يقولون الصدق لحد الآن، فالكثير من الأخبار نحن نسمعها حقيقة من خارج الجزائر ولا نسمعها من داخل. لكن علي، هل كلام السفير كلام منطقي؟ 45 مليون جزائري يريدون مغادرة البلاد، يعني 45 مليون جزائري بما فيهم تبون الذي يقول أنه أن جزائره جديدة تنهار وينتقده، يعني معقول 45 نعم مليون نعم جزائري نعم وهذا الخطر تجر معها فرنسا إلى الانهيار؟ بالضبط هذا ما يحدث، وهذا المحلل كانت له الجرأة أنه يقول الحقيقة ويقول الصدق. دونك سواء نحن نتفق معه أو لا نتفق معه فهو أكيد. طيب يعني هل تتفق معه أنه 45 مليون جزائري، هل تتفق معه أنه 45 مليون جزائري فعلا يريدون مغادرة البلاد، يعني بما فيهم تبون؟ إذن 45 مليون جزائري بالفعل حتى تبون لو تأتيه الفرصة. تبون الآن هو رهينة بين أيدي العسكر والجميع يعلم هذا، هو ينفي ذلك، يقول العكس. بالعكس تبون سئل هذا السؤال، العسكر جاء بك في دير شبيغل، قال لا بالعكس أنا جيت منتخب وأنا القائد القوات المسلحة وأنا هو الحراك وأنا الذي أعين قادة الجيش. نعم، منذ متى تبون يقول الصدق؟ منذ متى؟ منذ أن قال أنه سيأتي بالأموال المنهوبة، أو منذ من قال سأقضي على البطالة في الجزائر، أو منذ أن قال أنه قطار تمر راس الجزائر سوف ينطلق؟ منذ متى تبون يقول الصدق؟ فكل المواطنين الآن يعلمون. وحقيقة إذا أتيحت الفرصة الآن إلى 40 أو 45 مليون أنهم يخرجوا، لماذا الآن السلطة يعني تنزع جوازات السفر؟ لماذا؟ هذه هي الأمور. هو يعلم هذا المحلل أنها سلطة ضعيفة. أنا حبيت برك نوصل إلى هدف معين أو إلى نقطة معينة. لماذا السلطة الفرنسية لا تقابل المعارضة أو هذا السفير أو غير هذا السفير أو كل من ينتقدون ماكرون، لماذا لا تقابلهم بالسجن؟ لماذا نحن مع سلطة تسجن الأولاد الصغار 17 سنة وحتى الكبار، يعني أمهات في 65 أو 70 سنة يسجنون بتهم واهية، إضعاف الدولة وزعزعت الاستقرار إلى طيب غير. خلينا نسأل ربما السيد محمد قندوز، ما رأيك في هذا؟ أنه هذا السفير السابق كان له موقف الآن معارض، ينتقده منتقد لماكرون، ولكن لا يسجن، يقول مراد تشيكو، بينما في الجزائر من يعبر عن رأيه يسجن، ويصل الأمر حتى ما زال في السجن نساء وأطفال، مثل ما حدث مؤخرا قبل إطلاق سراحه مع الطفل رحيم عطاف. شوف يا أخي، حاليا يعني تقريبا هناك توجيه للحوار. نحن تكلمنا عن رسالة السفير الفرنسي، هذا السفير الفرنسي هو معارض أو غير معارض، هذا أمر يهمهم في الدولة الفرنسية. نحن نتكلم عن إنجازات الرئيس تبون حاليا بعد اعتلائه الحكم حوالي 3 سنوات، بلا ما يعني نغيب مرحلة الكورونا ومرحلة الاستقرار التي كانت تواجهها الجزائر بعد اعتلائه الحكم. ولهذا فالجزائر تعيش حاليا إن صح التعبير مخاض. هذا المخاض هو الخط بين المعارضة الحقيقية والمعارضة التي تسعى إلى أغراض معينة. ولهذا عند الحديث عن سياسة الرئيس تبون حاليا بعد اعتلائه الحكم، واش رانا نشاهد؟ بغض النظر عما قاله ضيفي الكريم حول المعارضة الفرنسية ومقارنتها المعارضة الجزائرية، فحاليا نحن نتكلم عن برامج، نحن نتكلم عن مدى تطبيق الوعود التي قطعها الرئيس تبون على نفسه أثناء حملته الانتخابية. فمن خلال كل الظروف التي شاهدناها سابقا والعوامل الطبيعية التي حالت دون تحقيق بعض الوعود،
المنطقية، ولكن منذ حوالي سنة نحن نرى في الجزائر هناك تطبيق فعلي لهذه الوعود، وممكن بالك ما نسبقوش السؤال في الحصة، نتكلم على إنجازات الرئيس، ونتكلم على محاولة الإقلاع الاقتصادي، ونتكلم على الساحة الجزائرية ككل. طيب سنعود إلى هذه النقطة، نقطة الإنجازات. دكتور حميد، لافت أنه تبون عندما قال أن الجزائر لن تنهار أشار إلى تحسن الوضع، إلى الإنجازات التي تحققت خلال 3 سنوات الماضية، وأن الوضع الاجتماعي للجزائريين سيتحسن. بالعكس كان يرد على غيونكور الذي يقول أنه يحذر من 45 مليون جزائري يريدون الهروب من الجزائر الجديدة والوجهة إلى أين يذهبون، يقول إلى فرنسا حيث للجزائريين أقارب وعائلات. وهذا تحذيره هو أنه المخاوف من انهيار الجزائر الجديدة تجر معها فرنسا. شوف سي جمال، ربما حتى ما نكونوا موضوعيين شوية ونحروا شوية من المستوى، لأن نشوف في ضيفك من الجزائر وكأنه يدافع عن السلطة، وكأن السلطة قدمت كل شيء للجزائريين. بعدين ربما راح نتكلم، لكن أنا أسأله أسئلة ونسأل المشاهد الكريم، نسأل حتى سي تبون، لما تشوف أنت أكثر من 7 ملايين جزائري عايشين في فرنسا يسترزقوا في فرنسا، واش راحوا يديروا في فرنسا؟ راحوا يتعلموا، راحوا يسترزقوا، لأن ما كانش بيبان الرزق براسك، يعني ما كانش أفق للشباب تاعنا، للطلبة تاعنا، للأطباء تاعنا. ينكر باللي كاين عدد الأطباء يفوت 4000 اللي انتقلوا بين 20 بين سنة 2019 و 2023، ما يقدرش ينكرها. ينكر بأن وزير المجاهدين هو مقيم في فرنسا، ما يقدرش ينكرها. يقدر ينكر بأن كان برلماني في جبهة المستقبل كانوا رايحين عرضوا عليه حقيبة وزارية وقالوا له إما الجنسية وكذا، وقال لا أنا أتمسك بالجنسية الفرنسية، ما يقدرش ينكرها. ينكر بأن معظم المسؤولين في الجزائر ولادهم يقراوا ومقيمين في فرنسا، ينكر بأن ما يقدرش ينكر كل هذا. لهذا احنا لما نقولوا ربما احنا حبا في الجزائر نتكلموا بهذا المنطق، لأن فعلا هناك مشاكل في الجزائر. ينكر هو شحال كاين من حراق مشاو، لكن هما كحزب سياسي ما يقدروش يتكلموا هكذا، ما يقدروش يقولوا باللي الشباب من 18 سنة إلى 30 سنة الجزائر اللي قراته اللي صرفت عليه في البريمير في السيان في الليسي وكاين اللي صرفت عليه حتى في الجامعة ومشى راح لفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا، هذه خسارة كبيرة، هذا فساد كبير بعينه في الجزائر. إذا لما نتكلموا لازم نكونوا منطقيين، لأن حتى الفرنسيس لما تكلم هذا السفير وقال التشويش، أنا ما سمعت ولا سياسي في فرنسا، لأن التشويش هذا بين العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وهذه العلاقات رانا نتبجع ونقولوا بأنها علاقات متينة وتكون مستقبلا رابح وتكون المصلحة بين فرنسا والجزائر، وهذا ما ننكروش. لكن هل الفرنسيين السياسيين أو اللي جورناليست أو تكلموا وقالوا باللي هذا المقال راه يشوش على فرنسا؟ ما تكلموش، بالعكس زاد خرج ماكرو قال أنا لا أعتذر، وكأنه يؤكد كلام هذا السفير. إذا دوك إذا كان لعبة سياسية تطبخ، الجزائر ما عندهاش هذا العدو الكلاسيكي فرنسا. حنا نعرفوا كلنا بأن فرنسا ماذا بها تبقى الجزائر سوق استهلاكية، ماذا بها تبقى الجزائر دولة مستوردة بامتياز، ماذا بها تبقى فرنسا ولاد الجزائر الأذكياء ما يبقاوش في الجزائر. ولذلك هذه السياسة الممنهجة من طرف هذه الدول الأوروبية وهي دول استعمارية، وما تحبناش كعرب كمسلمين كجزائريين، خاصة احنا الجزائريين في شمال إفريقيا، لأننا قمنا بالتاريخ، جدودنا قاموا بثورة ربما عقدت الفرنسيس وعقدت حتى الألمان معاهم وعقدت تقريب كل الأوروبيين. لذلك أظن بأن لما نتكلموا على الجزائر ولما نتكلموا على مشاكل الجزائر باش نقدروا نحلوها، ما نبقاوش نغطيوا الشمس بالغربال. لذلك أظن لما تكون سياسي لازم تكون موضوعي وتكون عندك مصداقية، لأن لما تجي تخطب عليا خطابات شعرية والمراوغة في الكلام ومصطلحات فلسفية، هذا لا يسمن ولا يغني المجتمع الجزائري، وما راحش يقدر يقنعني وما راحش يقدر يقنع كل واحد عاقل في الجزائر، لأن هذه بلادنا
والظروف صعبة جدا والمشاكل جد معقدة، ولذلك لازم نديروا ان كونستا ريال. طيب ولكن الكونستا بالنسبة للسيد محمد قندوز بالعكس، تترى انه بالعكس الواقع انه هناك انجازات وانه تحسن في الوضع في البلاد في الثلاث سنوات الماضية. سيد محمد قندوز انا معك اخي، تفضل. بارك الله فيك كريم، انت تحمل السلطه الحاليه عبء ثقيل بما عشناه في حوالي 20 سنه الماضيه. هل تعتقد ان 20 سنه الماضيه التي شاهدها يعني وعاشها الشعب الجزائري وصار من اجلها حراك عظيم كما يقال الحراك المبارك، هل تعتقد ان هذه المشاكل ستوقف في ثلاث سنوات التي مرت عليها عدة ظروف طبيعية وظروف اجتماعية وظروف صحية؟ انت ذكرت لي ان الشباب يحرق وان قال بلي الدولة ستنهار وان 45 مليون جزائري سيذهبون الى اوروبا، ولكن هذا يا اخي العزيز احنا ورثنا مشاكل، حقيقة ورثنا مشاكل ورثنا يعني عبء ثقيل يعني عاشه الشعب الجزائري. انا نهضر نتكلم معك بالمنطق. اذا راك تشوف انت باللي 20 سنه تاع مشاكل تتحل في خلال 3 سنوات او 4 او 5 فهذا شيء اخر. انا اعتقد ان المنطق يرفض هذا. كل ما ذكرت من مشاكل هي حقيقه، ولكن هناك نيه صادقه من السلطه الحاليه في حاله هذه المشاكل، خاصه ان السيد رئيس الجمهوريه في كل لقاء سواء صحفي او مع الولاد او لقاءات اخرى يتكلم عن البيروقراطيه، يتكلم عن تحسين ظروف المواطن، يتكلم. فاعتقد ان في عمليه الحكم ليس رئيس الجمهوريه هو المسؤول عن كل ما يحدث في الجزائر، ولكن هناك عوامل اخرى، هناك اليات اخرى تحتاج الى الاصلاح، هناك اليات اخرى سواء تشريعيه او بشريه. فاعتقد ان كل من يسمعني حاليا ان في نظام اي في 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 سياسه اي نظام معين هناك اليه عده، واذا تعطل جزء منها تتعطل على عمليه التنميه. ولهذا نحن نرى ان الاصلاح العام والاصلاح الشامل لا يكون فقط على راس هرم سلطه، وانما يكون حتى في اليات تطبيق قرارات السلطه. طيب هذا ما نعتقده في حزبنا. طيب ابقى معنا سيد محمد قندوز، اعود اليك مراد تشيكو، يعني بالعوده الى العلاقه مع فرنسا، تبون الجزائر لن تنهار رغم كيد الاعداء، طبعا يرد على فهيما، يرد على دريونكور الذي حذر من انهيار الجزائر. دريونكور اتهم بانه من هذه الاطراف التي تريد افساد التحسن في العلاقه بين ماكرون وتبون، بين الجزائر وفرنسا، كما كنا نسمع محمد سيد محمد قندوز وحنين الاستعمار يقول الرجل الثاني في الدولة الجزائرية صالح قوجيل. أليس هناك أطراف فعلا يزعجها في فرنسا لوبيات تهمت بأنها يمينية متطرفة كما تهم دريونكور، لا تريد صفحة جديدة في العلاقة بين تبون وماكرون، والآن أجواء جديدة وزيارة مرتقبة بنهاية الشهر الحالي لرئيس أركان الجيش لفرنسا لأول مرة منذ 16 عاما لتحضير زيارة تبون لفرنسا كما تقول وكالة الأنباء الفرنسي. أنا مع كل احترامي لضيفك، على كل حال أنا أقول له أن ضيفك الكريم بدأ حملة مسبقة، هو الآن يعرض نفسه على السلطة. هذا يعني مع كل احترام هو يدير سياسة من حقه على كل حال، لكن هذه هي الإنجازات نتاع السلطة، هذه أنها أنجزت طبقة سياسية غير صالحة تبيع الوهم للجزائريين. وانا اكون صريح معاه يعني في كل احترام، بكل احترام، ربما هو الان غير مقتنع بالكلام اللي راهو يقول فيه، لانه ما فيش عقل واحد عاقل يامن بهذا الكلام انه هناك انجازات وهناك رئيس وهناك. الجميع يعترف انه هناك عصابه استولت على السلطه، والشيء الوحيد الذي نجحت فيه وهي الانجاز هو القمع،
الديكتاتورية، توزيع الظلم على كل الشعب الجزائري، نزع الحقوق وتكميم الأفواه جميع من يطالب بحقه. أي الدولة هذه اللي ناجحة وأي الدولة هذه اللي عندها اقتصاد وراح تنطلق هي تسجن النساء والشباب والأطفال؟ أي الدولة اللي الشباب انتحى يهرب منها؟ أي الدولة اللي الإطارات انتوحى كل الإطارات لو الآن جات عندهم فرصة يهربوا؟ مؤخرا حوالي لو فرنسا، هذه فرنسا اللي راهي تنتقد في الجزائر، لو تفتح الأبواب على الفيزا نقول لك أنا ربما ما تلقاش مكان في العاصمة. ولكن هذه فرنسا، ولكن يبدو أمام السفارة انتحى. ولكن هذه فرنسا الآن تخطب ود الجزائر، جزائر جديدة، جزائر تبون. ماكرون الذي كان ينتقد ويقول تبون عالق في نظام عسكري سياسي، الآن خطاب مغاير ويتم استقبال رئيس أركان الجيش. أخي جمال بالعكس، الآن فرنسا ما تحتاجه تحتاج خيرات الجزائر. كل ما يقوم به ماكرون الآن هو يدعم في بلاده ويريد أن ينهب من خيرات الجزائر. ماكرون قالها صراحة، أنا لا أعتذر. هو يعرف أنه الآن الشعب مقموع، وهو يعرف جيدا أن الشعب الآن لا حيلة له، ويعرف جيدا أنها عصابة تتملق تريد الحفاظ على مكاسبها وعلى سلطتها، وتريد الحفاظ على عائلاتها وعلى أملاكها الموجودة خارج الجزائر. لهذا هو الآن يتعامل معها بهذا المنطق، الآن يتعاملون مع السلطة بهذا المنطق، يشرون يعني يشترون ود هذه السلطة لاستكمال مسار نهب الخيرات ولضمان أمن فرنسا. لكن من الناحية المقابلة، من الناحية، اسأل أي جزائري هذه الثلاث سنوات أو أربع سنوات شحال من عامل اللي فقد المنصب بتاعه، شحال من عامل اللي أو شحال من مواطن اللي انسجن بمجرد كتابة أسطر على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع من اثنين أو ثلاثة يلتقوا ليتحدثوا على مشاكلهم أو أمورهم طبقا للدستور اللي داروه، هما يتهموهم بتهم واهية ويعتقلوهم. طيب، هل هذا منطق تسيير؟ طيب في المقابل الاقتصاد نسمع تبون وما يقوله، بالعكس يتحدث عن زيادات في الأجور وتحسن الوضع الاجتماعي للجزائري. اقتصادنا اليوم راه متحكم فيه، وسبق وقلت باللي ما كانش فيه مقاييس اقتصادية وما كانش فيه. اليوم كل قطاع راه يحاول يدخل في إطار بناء اقتصاد يعني مقاوم لكل الأزمات، ونوصلوا لها إن شاء الله. إن شاء الله سنة 2023 نتمناها كلنا باش تكون سنة تاع نجاح اقتصادي، نجاعة اقتصادية، وانت رفع مستوى المعيشة نتاع المواطنين، ورفع احتياط الصرف، ورفع وتقليص من التضخم إن شاء الله. بالنسبة للنتائج كذلك راكم شفتوها، لأن احنا بالنسبة لنا وهذه أمانة على كتافنا، المواطن 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 ثم المواطن. دكتور حميد علوان مرعوك، قراءتك الاقتصادية وسمعت تبون وما يقول. شوف سي جمال، أنا ما نشككش في نية سي تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كل واحد عنده نيات خالصة لهذا الوطن، وواحد ما يدعى الوطنية على واحد آخر، وما من حقناش أننا نتهموا رجالات الدولة بأنهم ربما ما عندهم النية. هذا ردا على ضيفك، أنا مانيش نتكلم بمنطق. هو اللي ربما دار مداخلة مسبقا يأمن بها إلا الغير عاقل، وأنا إنسان عاقل وهو كذلك إنسان عاقل. إذا لما نعطي له حقائق، هذه الحقائق ما قدرش ينكرهم، بالعكس أكدهم. وإلا يقول باللي ثلاث سنوات الأمور معقدة، هو اللي دار في المدخل باللي قال الجزائر مشات وأفونسات ودرنا إنجازات وجامي صرات كما ذكرها حتى سي تبون. قال رانا حققنا 6 مليار دولار منذ 30 سنة، ما وصلناش لهذا الرقم. هذا جميل جدا، شكون ما يحبش الجزائر انها تكون، لكن نقارنوا بامكانيات الجزائر، نقارنوها الجزائر هذه الصادرات هذه خارج قطاع المحروقات، يقولوا لنا واش هي. ثانيا
لما 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 يتكلم سي تبون عن الانجازات ويتكلم على الاقلاع الاقتصادي حتى في سنه 2022، وانا كنت حاضر في ندوه كبيره في حطوها في كانوا كل الوزراء حاضرين وقالوا باللي تكون الانطلاقه الاقتصاديه والاقلاع الاقتصادي سنه 2021، يعني في نهايه 2021. 2022 خلاص نشوفوا المؤشرات الكبرى، وتحب نذكرهم لك نذكرهم لك، وما يقدرش ينكرهم لا سي تبون لا ضيفك الكريم. المؤشرات معدل البطاله ما نخافش وما هضروناش عليه، شحال مثلا معدل التضخم في الجزائر ككل الدول على كل حال راهو يديباسي لي 9%، وهذا ما نتكلموش على الاقتصاد الغير رسمي. لو كان نحسب معدل التضخم في الاقتصاد الغير رسمي راح نتكلموا على حاجه واحده اخرى، نتكلموا مثلا سي تبون يتكلم على قوه الدينار انه رفع قوه الدينار، وكان سامحني يسامحني المشاهد الكريم يسمحني حتى سي تبون، انا نشوف لو كان نكمل نسمع هذه الخطابات من السياسيين لانني سمعتهم. انا لما دخلت للجامعه جاء المرحوم بوتفليقه، كنت نظن بان الجزائر في 20 سنه تصبح دوله صح اقتصاديا قويه، ويصبح الجزائري يفتخر بان له قوه اقتصاديه، لكن سمعت وكنت من الناس اللي انتقد منذ سنه 2013 ما في كل القنوات، كنت اقول هذا كلام تاع يعني كلام غير معقول، يعني ضاعت من حياتي 20 سنه مع سي بوتفليقه، ولقيت الجزائر مازالها على حالها بل تدهورت اكثر. اليوم اذا كان بهذه الخطابات انا مانيش مستعد نزيد نعيش 20 سنه واحد اخرين نسمع في شعر اقتصادي، مانيش قادر لا انا لا الناس الوطنيين الاحرار اللي يحبوا البلاد هذه. احنا نريد اننا نتعاونوا على البلاد هذه ونصارحوا بعضنا ونمدوا المؤشرات وما نبقاوش نبيعوا في الوهم. لما يقول لهم راكم شفتوا وراه يخاطب في الولات، حتى عندي علامه استفهام على هذا اللقاء اللي يحكي على التنميه. انا كنت انتظر ان ارباب العمل المهتمين بالشان الاقتصادي، ننتظر ممثلين العمال اللي هي النقابات، وانتظر الحكومه. اما ان الحكومه تجيب موظفينها ويستدعي او يدعي الرئيس انه يلقي عليهم خطاب ويقول لهم شفتوا، انا هذا الكلام نقول للشعب الجزائري اسكو شفتوا الانجازات، ونخلوا الشعب الجزائري يتكلم هل فعلا هناك انجازات. مانيش نسود في الوضع ومانيش نقول ما كاين ولا شيء في الجزائر، ولكن حسب الامكانات اللي عندنا حسب مداخيل يكثر خير سوناطراك والحرب الروسيه الاوكرانيه، وكذلك اطرح سؤال على ضيفك، لولا هذا الحرب الاوكرانيه الروسيه هل فعلا اليوم عندنا فائض في الميزان التجاري؟ هل فعلا اليوم عندنا احتياطي صرف 60 مليار دولار؟ هل فعلا الجزائر تقدر تدخل اكثر من 50 مليار دولار في السنه؟ ما كانش. طيب. اذا رانا نتكلموا على ازمه واحده اخرى. خليني نقول لك بكل يعني بكل حزن على الجزائر، لما نتكلموا هكذا، انا واش قريت في علم الاقتصاد ولما نسمع هذه الخطابات وهذا الشعر الاقتصادي صدقني راح نطلب من سي تبون انني ارفع دعوه قضائيه. طيب. لدى النائب العام على الاساتذه اللي قروني الاقتصاد، يا اما قروني غلط وما من حقهمش وحرام عليهم، يا اما الكلام اللي راني نسمع فيه غلط. طيب خلينا نسمع. كنت تشير تبون وتبون ولقاء مع الولات وشكره للولات. أغلب الولات اللي شاركوا في حل حالة مشاكل ولا شبه مشاكل اللي كانت تعوق دون تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية لأسباب بيروقراطية وربما لأسباب كانت تطلب اجتهاد في القانون الإداري وغيره. إذن مشكورين، وديك النتائج القرارات اللي خديتوها اللي خلات في ظرف وجيز، يعني في ظرف 3 شهور بالتقريب، ما يقارب 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية صغيرة متوسطة وكبيرة، يعني فتحت وبدات تمارس النشاط نتاعها وخلقت مناصب شغل ما يقارب 52 ألف منصب شغل في وقت اللي كان فيه تقهقر عالمي الاقتصاد العالمي، وكان فيه صعب حتى الصمود أمام الموجة اللي جات نتاع البطالة ونتاع. سيد محمد قندوز ما رأيك؟ هذا خطاب فقط يقول دكتور حميد علوان الأستاذ الاقتصاد، الواقع يقول شيء آخر.
فعلا يعني الضيف الكريم أستاذ الاقتصاد بغيت غير يعني نوضح له واحد الفكرة معينة، هو أنه هناك فرق بين التنظير وبين الواقع. خطاب رئيس الجمهورية حاليا اليوم للولاد سبقه لقاء قبلي يعني حوالي 3 أشهر مخاطبا الولاد بتشغيل عملية التنمية. أنا نعطيك مثال فقط هنا في ولاية تيرت، نعطيك مثال اللي أنا شاهدته وشاهدوا كل الشارع تيارتي بقدوم الوالي الجديد في علي بوقرة. حدثت زيارات ميدانية، هذه الزيارات الميدانية التي وقعت في حوالي تقريبا راه مغطية 99% من الولاية، ما شاهدناه من قرارات جريئة في كل الزيارات الميدانية نتاعو تاع السيد الوالي، حل من خلالها إن صح التعبير نقولوا مئات المشاكل التي كانت تعرقل مسار التنمية في الولاية. شاهدنا يعني في مواقع الزيارات حلول آنية أدت إلى حل مشاكل عدة للمستثمرين المتواجدين في الولاية. هذا هو شاهدنا احنا رانا نشاهده في الواقع، ما راناش نهضروا في قضية التنظير وقضية انه علوم الاقتصاد وانه النظرية الفلانية، او احنا واش رانا نشوفوا؟ رانا نشوفوا في الواقع كلام سيد الرئيس اليوم للولاد كان من اجل اعطاء صلاحية اكثر. لماذا؟ هو قالها يعني في الخطاب بتاعه اليوم، قال ان الوالي هو رئيس حكومة في ولايته. على لماذا؟ أكيد أنه كان هناك يعني بعض نقدر نقوله شبه فارق قانوني أو تردد المسؤولين أو يعني غموض معين في مسألة معينة، ولكن اللقاءات تاع السيد الرئيس بالولاد من كل يعني تقريبا هذا التقليد قديم، ولكن الفعالية نتاعو شاهدناها مع الرئيس تبون في لقاءاته مع الولاد. وشاهدنا احنا كتجربة شخصية هنا في ولاية تيرت، الشارع التيارتي كله يتكلم على هذه الإجراءات التي اتخذها الولي في ولاية تيارت. يعني كنت تكلموا على عملية الاقتصادي. طيب يعني أنت ترى أنه انعكس على الشارع التيارتي انعكس ذلك المستوى المعيشة، تحسن الوضع مثل ما نسمع تبون هذا ما يعيشه؟ الأخ الفاضل المشاكل الاقتصادية التي حلت في حينها في تلك الزيارات كانت يعني معطلة في حوالي 4 أو 5 سنوات، حلت في آنها. لكن إذا نتكلموا عن عملية الإقلاع الاقتصادي، هناك مؤسسات كانت معطلة، يعني مستثمرين كانوا يعني معطلين، ولكن بعد الزيارات الميدانية وبعد الصلاحيات التي أعطيت للولاد من طرف السيد رئيس الجمهورية شفنا مؤسسات أقلعت في حينها. لكن إذا نتكلموا على عملية الإقلاع الاقتصادي نتكلموا على حلول آنية ميدانية، أما التنظير فذلك يعني شيء آخر، التنظير الاقتصادي مع احترامي للأستاذ الاقتصاد، ولكن من المعروف أنه أن المعرفة فيها النظرية وفيها الفعل. ما شاهدنا حاليا من محاولة كما قال الرئيس حل حالة المشاكل وإعطاء الصلاحية للولاد من أجل التدخل السريع والآني للدفع بعمل التنمية نشاهده في الواقع. طيب ولكن هل تبون قال بأن هناك تحسن في الوضع الاجتماعي ردا على كيد الأعداء، هل هذا صحيح؟ أكيد 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 قال أن هناك تحسن وهناك فعلا تحسن، نحن لا نتكلم من فراغ، كاين تحسن. أنا كي نعطي لك تجربة شخصية يعرف أستاذ الاقتصاد بما معنى التجربة في, 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 في إثبات النظرية أو العكس، ولكن ما نشاهده في أرض الواقع هو فعلا هناك تحرك اقتصادي موجود على مستوى كل الولايات، حتى بعض الولايات حاليا في الجزائر يقومون بهذا الشيء. طيب سؤال عن مستوى يعني معيشة المواطنين، هل تحسنت؟ تبون يقول والقادم أفضل، زيادات في الأجور والمعيشة. فعلا هناك تحسن والقادم أفضل، عندما نشوفوا بار اكزومبل نشوفوا صدور قانون يعني ضد المضاربة، يعني المضاربة يعني القانون اللي ضد المضاربة يعني أتى بالنفع على المواطن، لأنه هناك لوبيات وهناك أطراف تسعى إلى عرقلة هذا المسار التنموي في الجزائر، وهذا معروف.
طيب يبقى معنا سيد محمد قندوز. نعود إلى تبون وحديثه في السياق عن احتياطي بستين مليار دولار. اليوم احتياط الصرف نتاعنا فات 60 مليار دولار، بفضل الرجال، بفضل العمل، بفضل الاستثمار، وبفضل الوعي الوطني اللي راه دروك اليوم على كل المستويات. الأمور ما تتعلقش بشخص ولا شخصين، وتتعلق بكل إطارات هذه الدولة اللي قرروا باش ينقضوا الدولة هذه، والحمد لله النتيجة راها موجودة. اليوم الاحتياط اللي موجود يسمح للجزائر، ولو فيه كارثة بالنسبة للتصدير تاع محروقات ولا كذا، يسمح للجزائر عندها سنتين استيراد بدون مشاكل. ما رأيك مراد شيكو؟ يعني تبون يرد على هذا الذي يحذر من انهيار الجزائر الجديدة، بالعكس انه حتى لو كما كان يطرح الدكتور حميد علوان سيناريو، حتى لو انهارت الأسعار النفط، الجزائر لديها 60 مليار دولار احتياطي صرف وقادرة تعيش لسنتين على الأقل، يعني تستورد به. أنا على كل حال الدكتور قد فسر هذا تفسيرا واضحا، لا يعني أي واحد يفهمه. المشكل الآن في هذه الأموال كما يقولوا ليست بفضل عمل الرجال أو بفضل خطة اقتصادية أو لا أبدا، الجميع يعلم أنه هذا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه. هذا ليس اقتصاد، تماما مثل اقتصاد الريع. يعني هناك ظروف جاءت فالجزائر يعني دخلتها هذه الأموال، لو هذه الظروف تتغير الأمور تصبح كارثية. فإذا هذا ليس تخطيط أو اقتصاد، والدول لا تبنى بهذا الأمور بهذا الشكل. بالعكس، يعني الآن الجزائر مبنية على أزمة، وهي على فوهة بركان. أما قضية هو أعطى مثال بولاية تيارت الضيف الكريم، مع كل احتراماتي له، هو أعطى مثال وحقيقة هو تحدث عن وضعية يعيشها. أنا واش نقول له؟ نقول له أنه لقد أثبت أن الإدارة كانت تعيش كارثة، وهذا هو قال الآن خرج الوالي، والوالي الآن أصبح يدير في خرجات ماراطونية وحل المشاكل للمواطنين. هذه الآن تعبر عن كارثة أخرى عظمى أكثر من الكارثة الأولى. الكارثة الأولى كانت الإدارة في كارثة، كانت الرشوة وكانت المعرفة وكل المواطنين يعلمون هذا جيدا. الآن ماذا جرى؟ الوالي خرج، الوالي أصبح هو رئيس البلدية، هو مدير المدرسة، وهو رئيس الدائرة، وهو الممثل المحلي، وهو اللجان، وهو كل شيء. معنتها من كارثة إلى كارثة أخرى. لحد الآن الجزائر، أو لحد الآن الإدارة، لم تخرج من منطقها التسلطي، منطقها نتاع اللي راه معايا نعطيله واللي راه ضدي نغلق عليه. هذا المنطق البسيط يعني باش كل المواطنين يفهموه. فأصبح الوالي يخرج ويعاين بنفسه، وهو يطلب رئيس البلدية أو رئيس الدائرة أو اللجان، تعالى لماذا هذا ما خدمش، أعطيله، لماذا هذا أعطيله. يا أخي هناك إدارة، هناك دراسة، هناك لجان، هناك من يتعاقب على من لابد أن يمر للعقوبة أو على القضاء. لماذا هذا تعطلت، ولماذا هذه الأموال، وأين ذهبت، ولماذا هذه المدة، ومن أعطاك، ومن. فهذه الأمور ما كانش الآن. الآن وصبحت الإدارة، الإدارة صبحت تدير الشعبوية، كانت السلطة تتهم المعارضة بالشعبوية، فأصبحت الإدارة تمارسها بامتياز. طيب. وكأنها تقول للمواطنين من يطيع ويدخل الصف فنحن نرضوا عليه ونعطوه كل واش يحب. من يريد أن يطالب بحقوقه، هذه ما نبنوش بها دولة. المعارضة الآن تريد بناء دولة، نريد بناء دولة قانون، نريد بناء دولة حضارية، نريد بناء دولة الحريات، دولة الشرعية، وين المواطن هو اللي يجيب الممثل تاعه ويقدر يحاسبه. طيب. أما المواطن اللي أصبح يعيش في ثكنة وحتى واحد ما يقدر يهدر،
والوالي كما رانا نشوفوا الان هو اعطانا مثال بولايه تيارت وهي خير مثال على ما تريد ان تحضره هذه السلطه الحاليه، فهذه من كارثه الى كارثه عظمى. احنا طحنا في مشكل اكبر من المشكل اللي كان. طيب الوقت يضغط علينا، وسؤال اخير للسيد محمد قندوز قبل ان اعود اليك دكتور حميد علوان واعذرني. سؤال اخير سيد محمد قندوز، يعني انت كنت تتحدث طبعا عن انجازات تبون 60 مليار دولار، ولكن هناك من يقول خبراء اقتصاديون بلغه الارقام كذلك انه عجز الميزانيه الحالي 43 مليار دولار، وانه اذا كانت هناك فعلا مشاكل وتراجع اسعار النفط ونهايه الازمه في اوكرانيا وحتى اسعار الغاز تتراجع، فإن الصورة لن تكون بتلك الوردية كما يتم الحديث عنه. شوف أخي الفاضل، أنا نرجع لضيف الكريم، إذا كان قدر المعارضة أنها تعارض من أجل المعارضة فذاك شيء آخر، الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ. إذا جبت لك مثال على تحرك عجلة التنمية في ولاية معينة من الجزائر، فهذا لا يعني أن هذا النجاح الحاصل حاليا وهذا التغير الإيجابي الحاصل كذلك حاليا دير لي فيه تعليقات وتقول أنه هذه كارثة أخرى وهذه. يا أخي إذا كان التحسن موجود حاليا فلماذا لا ننشجع هذا التحسن؟ لماذا قدر المعارضة الكلاسيكية في الجزائر أنها تبقى تعارض إلى يوم الدين؟ الديمقراطية هي المعارضة وهي الموالاة، الرأي والرأي الآخر. إذا شفت أنا نتيجة معينة في مكان معين، هل قدري أن أكون معارضا إلى يوم القيامة؟ فهذا أعتقد أن بعض الأشخاص، مع احترامي لكل الضيوف الكرام، أنه نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، يعني هذا الاعتدال في إبداء الرأي. يعني احنا الجزائر بلادنا ونحبوها، ورانا نشوفوا في المشاكل الاجتماعية والمشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية، إذا كان هناك نية البناء العام فلما لا نخارط فيه؟ هل قدرك أن تبقى معارضا إلى يوم الدين؟ قلنا أن هناك تجربة في ولاية معينة نظير يعني كل ما يحدث، وتبعا لقرارات السلطة هناك ولات راهم يخدموا، والوالي اصلا هو المسؤول الاول، واذا اذا اذا اعطى توجيهات واذا اعطى يعني تعليمات فهذا من من اختصاصاته. اذا احنا اذا بغينا نبنوا البلاد هذه نروحوا للمواقع المواطن التحسن ونروحوا للمواطن. طيب ولكن حتى هناك من باب الديمقراطية من يطرح الوالي ليس إلا شخص بيروقراطي معين من قبل السلطة وليس منتخبا انتخابا ديمقراطيا، وله صلاحيات يعني أكثر من المنتخبين بالعكس في الولايات. أكيد 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 أخي، اسمع أخي الفاضل، عملية التنمية أو كمنصب مسؤول أول في الولاية أو في وزارة أو في، يعني هناك آليات أخرى، هناك رؤساء مكاتب، هناك مدراء تنفيذيون، هناك إداريين. إذا كان الخلل في الشخص يجب تغييره فقط. طيب شكرا لك شكرا لك محمد. دقيقة من فضلك تفضل. الخلل الذي يتكلم عنه شخص ضيفي الكريم هو أنه قال أنه يعني تلك مصيبة أخرى والوالي، هذه يعني من طبيعة تسيير الأمور الإدارية، يعني ماهيش حاجة جديدة ولا ماهيش حاجة يعني اللي غريبة. الوالي هو المسؤول الأول وهو الذي يعطي التعليمات وهو يراقب وهو يتابع عملية التنمية. إذا كان هناك كما قال الإدارة الجزائرية بيروقراطية معينة فهذه يذكرها حتى الرئيس الجمهورية. شكرا نحن لك. في عملية الإصلاح ونحن في عملية تحسين الأمور، إذا كان الأمور بدأت تتحسن فلما لا نخرج فيها؟ شكرا لك محمد قندوز، أو الإشارة على أقل تقدير الإشارة إليها. شكرا لك محمد قندوز القيادي في حزب الكرامة، كنت معنا عبر الهاتف من تيارت. نسمع الآن تبون
وحديثه عن تخفيض فاتورة الاستيراد بما يصل إلى 38 مليار دولار بعدما بلغت في السابق 63 مليار دولار. قلصنا من الاستيراد، لما نقول نقلص من الاستيراد معناه ما حرمناش المواطن من أي شيء. المواطن ما يشعرش أبدا بأننا نتقشف من أجل يعني من أجل باش نحرموه من حاجة ولا هذه، عنده كل شيء اللي طلبه. ولكن الاستيراد المزيف وقفناه. ما تنسوش في وقت من الأوقات وصلنا في بلادنا هذه ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات كنا نستورد ما يقارب 63 مليار دولار سنويا، ما بيناتها كل شيء، يعني تبذير وضياع وتضخيم في الفواتير وكارثه. وهذاك علاش الناس كانت تتوقع باش انهيار نتاع الجزائر، لان احتياط الصرف تاعها وصل الى 53 مليار دولار، قال ما يشدوش سنه. ولكن الواقع ماهوش في الحجم تاع احتياط الصرف، كان في التحكم في الاقتصاد، تحكم في الاستيراد. اليوم الاستيراد بدون ما نمنع اي شيء في البلاد تخلص الى 36 بين 36 38 مليار. قلص. دكتور حميد علوي نعود اليك، وانت المحلل الاقتصادي واستاذ المحاسبه، ما رايك؟ تبون كان يتحدث 60 مليار دولار احتياطي، الجزائر يعني في امان لسنتين على الاقل، حتى لو كانوا يجيب على سؤالك، حتى لو تراجعت اسعار النفط على خلفيه ازمه اوكرانيا، وانه تم تخفيض فاتوره الاستيراد ب 38 مليار دولار، كانت 63 مليار دولار سنويا وبدون ضرر للمواطن الجزائري. شكرا جزيلا، كنت نتمنى انك تعطيني الكلمه وضيف موجود من تيارت حتى على الاقل نرد عليه. طيب. لان لما يتكلم يقول هذا الاستاذ التنظير يدير يحط في باله مليح بانني انا استاذ ما جيتش نطبل وما جيتش نهف الناس، انا اتكلم بلغه اقتصاديه، هو يتكلم عن مدينة تيارت ويتكلم عن الإنجازات، يتكلم بلغة عربية شعرية، ما عطانا ولا مؤسسة تكررنا شحال من عدد العمال أو أنه كتاش فتحت رأس مالها شحال. ولذلك أنا نسأله، نقول له مؤسسة السيارات اللي عدنوا عليها وديروا زردة كبيرة أنها تنتج 70 سيارة في النهار، إذا كانوا هذو ما الإنجازات وبعد انطفأت هذه المؤسسة، أنا هذه الإنجازات لا أؤمن بهم ولا أؤمن باللغة الشعرية. أنا أؤمن بالمؤسسات التي تحقق أرباح، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي. أنا نسأله في تيارت يقول لنا مثلا المواد الأولية والأساسية في مدينة تيارت هل انخفضت أو ارتفعت، البطالة هل ارتفعت أو انخفضت. أنا نعرف اللي سكان من تيارت مساكن مهاجرين هنا، وين كاين البنايات وين كاين الباتيمو فا تو فا. أنا نقول له بأن إذا كانت مدينة تيارت اللي يعيش فيها هو مع الوالد اللي أنكر كل المنتخب، كنت نتمنى يقول شيخ البلدية المنتخبين جايبين مشروع معاهم كأحزاب سياسية لأنهم منتخبوا بطريقة ديمقراطية حسب ما كانوا يتكلموا السياسيين هو من بينهم، لكن أنا نعلم بأن البلديات معظمها هي مسدودة وهي منغلقة وهي ما عندها حتى صلاحيات، حتى الوالي في حد ذاته القانون الأساسي تاعو غامض في الجزائر وغير معروف. أما أنني نجيب الإعلام إعلام السلطة ونخرج ندير البهرجة والأجهزة الأمنية معايا وكذا، هذا ماهوش إنجاز اقتصادي، هذا عرس وعبارة عن زردة. ودرنا بدينا الزردات من سنة 2004 إلى غاية 2023 مازال ما خلصتش الزردات، ولكن المؤشرات الكبرى تاع الاقتصاد الجزائري راهي هي بل انهارت أكثر. لذلك أقول لك مثلا معدل البطالة في عز الأزمة قبل 2019 كانت تتجاوز 11%، اليوم نتكلموا على أكثر من 15%، وهذا المعدل كذلك هو مرشح لأنه يروح إلى أكثر. نتكلموا على موازنة عامة ب 43 مليار دولار عجز في هذه الموازنة 2023. إذا هذا الاقتصاد اللي تحرك
واللي ما خلقناش ايرادات وجبايه عاديه، ورا هذا الاقتصاد اللي راه يتكلم عليه السيد. طيب سيد عندنا السيد محمد قندوز، طبعا ما دام في غيابه هو سمعك ما قلت، يجب ان اعطيه حق الرد، وانت كنت تريد ان يسمعك دكتور علوان. عاد الينا السيد محمد قندوز، تفضل سي محمد. أقول للأستاذ الفاضل، إذا تكلمت على مصنع سيارات، إذا تكلمت على مصنع سيارات، أنا أعتقد أن الدولة الجزائرية انتهت من دفتر الشروط الحالي. أنا لا أتكلم عن مصانع السيارات التي يعني من وقت الوقت السابق، يعني صح التعبير من وقت بوتفليقة الله يرحمه. حاليا أنا واش راني نقول لك، بالك الأستاذ يعني استفزته كلمة التنظير، يعني لا أنا لم أقصد أن أستفزه بهذه الكلمة، ولكن حاليا الانطلاقة اللي رانا يعني جاي لها في قضية سواء سوق السيارات أو الإقلاع الاقتصادي، وتكلم لي على رئيس البلدية، وتكلم لي على بلك هو يعني المسؤول الاول. انا حاليا اشرى على بالنا ان هناك قانون الولايه او قانون البلديه، الدوله حاليا راهي توجد في قانون الذي يتطلع الى كل واش يقول الاستاذ. ربما هذا القانون اللي يخرج يعني مستقبلا فيه كل تساؤلات تاع الاستاذ. نحن نعلم ان هناك كانت مشاكل يعني جمه سواء في الاقتصاد او في السياسه، ولكن وجهه نظري وما أقصده وما شاهدته على أرض الواقع أن هناك نية حسنة، أن هناك انطلاقة حسنة، فلماذا لا نثمنها؟ طيب إذا قعدنا نتكلموا على المشاكل السابقة والانتقادات السابقة، أنا أعتقد حاليا الوقت اللي رانا عايشينه حاليا هو أننا نمد حلول، نثمن المنجزات وننتقد النقائص. طيب. شكرا لك، شكرا لك، واضح جدا السيد محمد قندوز. سأعود إليك دكتور علوان، نسمع تبون فيما يقدمه من إنجازات أيضا، وتصدير خارج المحروقات بسبع مليارات دولار. أول مرة في تاريخنا احنا نصدر أكثر من الشيء اللي كان يعني بتقريب سنويا. في 21 وصلنا إلى ما يقارب 5 ملايير خارج محروقات، في 22 وصلنا إلى ما يقارب 7 ملايير خارج المحروقات، ونتمنى إن شاء الله باش تضعف أكثر في السنة هذه لنا فيها. إذن موارد مالية تاع الدولة تقوات من أجل بالإنتاج بالتصدير وبالحكمة. سعود إليك دكتور حميد علوان، نختم معك. مرة تشيكو مرة تبوني تحذر عن إنجازات بالعكس متواصلة وتحسن وزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار والطموح مضاعفتها. أنا أعتقد أن هذا الأرقام اللي راه يهضر فيها هي تماما مثل قطار تمر راس الجزائر العاصمة. يعني لما نقولوا الصادرات خارج المحروقات ما عطاناش المواد هذه، واش من المواد؟ ما عطاناش التفاصيل، هو دائما يتحدث بأرقام، شكون يقدر يعرف صحة هذه الأرقام هل هي موجودة أو لا؟ زد إلى ذلك أنا لست مختص في الاقتصاد، لكن كل ما تكون هناك تحسن من المفروض أن المواطن يحس بها، أنها تعود على المواطن. لحد الآن لا يوجد لا تحسن في قطاع الصحة، ولا تحسن في قطاع التعليم، ولا تحسن في قطاع الزراعة، ولا في الفلاحة، ولا في الصناعي، ولا في أي قطاع، بل الأمور تتدهور من يوم إلى آخر. ضف إلى ذلك الشباب المعتقل والظلم والتسلط الكبير، القبضة الأمنية إلى غير ذلك. فأين هذه الإنجازات وأين هذا الاقتلاع الاقتصادي عندما لا يعود على المواطن ولا يحس به المواطن البسيط؟ أي دولة إذا كان اقتصادها اقتصاد قوي وكل المواطنين راح يحسوا به، لكن دولة تسير بهذا المنطق
فأعتقد أنه كله مثل ما الأموال المنهوبة الذي قال أنه استرجعناها ومثل كل هذا هو الآن يحذر في نفسه إلى العهدة الثانية، وبالتالي حسب السياسة اللي راه يمارس فيها كل شيء مباح. فأعتقد أنه الأمور واضحة وكل الشعب الجزائري يعلم هذا. إذا لم تكن هناك حريات وهناك عدالة وهناك قانون يطبق على الجميع، فلا يستطيع أي مواطن أن يحس أو يشعر بهذا الاقتصاد اللي راه يتحدث عليه تبون. طيب نسمع تبون لأنه حديثي عن الإنجازات أخرى وإنتاج الزيت مثلا. بالنسبة لخلق المناصب طبعا يعني الشيء اللي انطلقتوا به على مستوى كل الولايات هذه 500 ولا 600 وحدة إنتاج زائد الوحدات اللي هتنطلق هالأيام عندكم فيه سنة 23 يكون فيه إنتاج قوي، أنا متحقق منه إن شاء الله. سنة 23 تمنى وشبه متحقق يعني يكون عندنا مثل ما قلت هذيكم أول إنتاج وطني 100% نتاع الزيت الطويلة. دكتور علوان نختم معك. شوف سي جمال، لما نسمع هذه التحاليل الاقتصادية أنا نقول مثلا سي تبون يتكلم على قيمة الدينار أنه حاول يرفعها، أنا نقول له باللي في الاقتصاد الحديث الآن هناك مشكل بين الاتحاد الأوروبي والصين، لأن الصينيين يعملوا على تدنية قيمة العملة تاعهم إداريا. لماذا؟ لخلق التنافسية على السلع تاعهم، معناتها في بعض الأحيان نحبطوا من قيمة العملة تاعنا باش نقويوا الطلب على السلع المنتجة في تلك الدولة. لما نتكلموا على تقوية الدينار هذا تناقض اللي موجود. لما مثلا ستبون يتكلم على توقيف الاستيراد من بعض مثلا القمح مثلا الزيت، أنا نقول بأن اللي همنا كاقتصاديين هو الميزان التجاري، هل فيه فائض ولا ما فيهش فائض؟ لأنك لما تقول لي أنا ما نستوردش هذا دليل على ضعف الاقتصاد الجزائري. ونعطيك أمثلة، مثلا فرنسا تنتج البطاطا وفي نفس الوقت تستورد البطاطا وتخلي الناس عندها أدواء. مثلا فرنسا تصنع السيارات وتستورد السيارات، تصنع رونو بيجو وتستورد الفولكسفاجن وتستورد التويوتا، لأنها اقتصادها قوي. لما نتكلم على التقليص هذا دليل على هشاشة الاقتصاد وأن ما عندكش خطة طريق أو مبادئ اقتصادية واضحة. إضافة إلى ذلك لما نطيحوا في مثل هكذا تناقضات ونقولوا بأن عندنا مثلا صدرنا مواد، ذكرها لنا كما قال ضيفك، وهل هذه السلع اللي صدرتها هي فيها الميزة التنافسية ولا ما فيهاش؟ هل سعر التكلفة كعنصر ثاني تتحكم فيه ولا ما تتحكمش فيه؟ هل مثلا رجعت لنا بالأرباح الكبيرة ولا ما رجعتش؟ لأن لما نتكلموا على الحديد وذكرهم سي تبون ذكر الحديد والسمان، أنا نقول له بلي هذا المنتوج في الجزائر هو مدعم من الخزينة العمومية عن طريق الكهرباء، عن طريق المياه اللي هي مدعمة من الخزينة العمومية، عن طريق الموان دو ترانسبور اللي هي مدعمة، الكازوال مدعم من الخزينة العمومية. إذا ما كانش عنصر التنافسية وعنصر أنك تتحكم في التكلفة وعنصر الكيفية وأن هذه السلعة ذو نوعية محليا وبعدين ننتقلوا أننا نصدروها. إذا كان أسعارها ما قدرناش تحكموا فيهم داخل في الجزائر، الحديد الكل الناس يعرف بأنه البريد تاعه أصبح مضاعف يعني 200%. كيفاش نقول احنا صدرنا مثلا الحديد؟ هذا كلام غير معقول اقتصاديا. اذا كان نصدره باش نقولوا صدرنا هذا ما عنده حتى معنى في علم الاقتصاد. اضافه الى ان هل الميزان التجاري خارج قطاع البترول هو سالب او موجب؟ لذلك لما نروحوا لمعظم القطاعات المواد الاوليه الاساسيه في الجزائر هي مغلوق عليها وغير مستورده، ومن نقولوا رانا ندعموا في الاستثمار، اعطونا ما هو المبالغ المستثمرة من رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر؟ شحال من مستثمر أجنبي بالشراكة مع الجزائريين يدخل الجزائر وحقق هذا المشروع؟ يتكلم على الستارت اب مثلا، هل هذه المؤسسات لأن فيها عنصر أساسي هو الريادة، ريادة الأعمال، يقولون المسؤولين ما هو مرتبة الجزائر في مناخ الأعمال في الجزائر بالنسبة للمعايير الدولية؟ إذا كان اليوم نقولوا مثلا كي نتكلموا على ما يسمى الناتج المحلي الإجمالي أو مدخولنا من العملة الصعبة، يلا نشوفوا شحال مثلا لكل جزائري
لكل زايد شحال راح يصح له مثلا. اذا لما نتكلموا بهذه الطريقه رانا نتكلموا بطريقه الهروب الى الامام. وللاسف هناك من يريدون التطبيل الى السلطه وربح يعني الموالات على اساس انهم يتقاسموا التورته على اساس انهم يدوا مناصب في البرلمان وفي كذا لا لا هكذا ما نقدروش نبنيو الجزائر سي جمال. ولذلك انا اتمنى من المسؤولين في الجزائر انهم فعلا يوضعوا ورقه طريق صحيحه. يبدو أننا فقدنا دكتور حميد علوان. على كل نشكره جزيل الشكر وأشار إلى ورقة طريق صريح صحيحة. نشكرك جزيل الشكر. ورقة الطريق مراد شيكو بالنسبة لك واضحة، القصة كلها مرتبطة بالعهدة الثانية. بالضبط هذا ما لاحظته وما يلاحظه الكثير من المتتبعين، أن السلطة لا يهمها ولا تهمها لا اقتصاد ولا بناء دولة ولا شرعية ولا أي شيء. هناك عصابة متحكمة في السلطة تريد الحفاظ على هذه السلطة بأي ثمن، وبالعكس يعني راهي تدفع في أموال كثيرة، مش تربح في أموال لفائدة المواطن، بل تدفع في أموال كثيرة من أجل بقائها في السلطة. ولهذا المواطن الآن يشتكي من عدم وجود البيض وعدم وجود الحليب يعني المواد الأساسية البسيطة التي من المفروض أن تكون بكل أشكالها وأنواعها، يعني 3 أو 4 أو 5 من أنواع الحليب من المفروض أنها موجودة يوميا، مش الحليب الغبرة نتاع الشكاير ويجري عليه يدير عليه لاشيان ويبكر عليه باش يجيبه. هذا عيب كبير لحجم الجزائر ولقوة الجزائر ولمكانة الجزائر ولثروات الجزائر. شوف إلى أي مستوى الآن أصبحنا. فليس هذا هو مستوى الجزائر. نحن لدينا من القدرات ما نستطيع أن نكون في صدارة الأمم، ما نستطيع أن لا يحتاج المواطن أو الشاب الجزائري أنه يهرب حتى من بلاده. فبالتالي الآن مثل ما كان يشير الدكتور إلى نوعية الاستثمار وطريقة الاستثمار، الآن واش راه يوقع؟ هذه الشركات اللي راه يتحدث عليهم تبون، هذو كلهم شركات مدعمة من طرف الدولة بأموال الريع من أجل إيهام المواطن أن هناك إنتاج، أصبر عليا شوية خلوني نزيد العهدة هذه ولكن الخير راهو جاي. هذا الكلام سمعناه منذ عهد بوتفليقة منذ 20 سنة، أنه خلال السنة القادمة أو السنة اللي بعدها. تبون في الأول قال أعطوني سنة وسأريكم العجب، الآن صار له 3 أو 4 سنوات حتى شيء ما تغير، لأنه ليس تبون الذي يتحكم في الوضع وليس الاقتصاد وليست السياسة وليست الشرعية، بل هي عصابة متسلطة لا يهمها أي شيء. والدليل هو القمع والديكتاتورية المتسلطة الآن. الدليل أنه الآن أي واحد يتكلم يدخل للسجن. لو يخلوا الصحافة، لماذا سجن إحسان قاضي؟ لماذا سجن الصحفي اللي تحدث عن التمر؟ هل هذا موجود في دول أخرى؟ هل في دول أوروبية موجود أنه صحفي يتحدث؟ الصحافة تتحدث على كل الممنوعات وتكشف كل الممنوعات. شكرا لك مراد تشيكو. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة. شكرا على حسن المتابعة من يوم كل الفريق. أجمل التحايا، إلى اللقاء.